على أنغام الأغاني الشعبية افتتح موسم جني ثمار الزيتون، عرس فلسطيني ينتظره الكبير والصغير. هنا في حقل شرق مدينة غزة توزعت الأدوار، الرجال ينهمكون في عملية القطف، أما النساء اللواتي ارتدين الثوب الفلسطيني فيتولين مهمة إعداد الطعام. وبنيجي بنعمل خبز الصاج، بنجيب الزيتون المدقوق، بنجيب الزيت الجبنة، وبياكلوا وبنحتفل احتفال كان عرس وعرس فلسطيني لكل الفلسطينيين. نحن نهتم بشجرة الزيتون كما نهتم بالنخلة، النخلة هي عمتنا والزيتونة هي عمتنا، فنحن نهتم بها ونعمل لها مواسم معينة واحتفالات معينة. سنوات كان يشهد الموسم فيها صعودا في الإنتاج على عكس هذا العام، 24,000 طن هي الكمية الإنتاجية المتوقع جنيها من الأشجار في القطاع. تقول وزارة الزراعة إن هذا الانخفاض يعود لعدة أسباب. خلال فصل الشتاء الماضي تحديدا في شهر يناير والتذبذب الحاصل في درجات الحرارة، يعني وهذا ألقى بظلاله على كمية الإنتاج كما يعني نشاهد في هذه الأراضي، لكن بكل تأكيد تبقى الأولوية لمنتجنا المحلي، الدعم كل الدعم للمنتج المحلي طالما أنه متوفر في الأسواق. بعد القطف تبدأ عملية أخرى، هنا داخل معصرة فلسطينية يتحول الزيتون إلى ذهب أصفر. يقول الفلسطينيون إن عمل المعاصر تراجع بنسبة تصل إلى أكثر من 50% بسبب انخفاض الإنتاج. ليس ذلك فحسب، بل يسعى الاحتلال لمنع إدخال الآلات اللازمة لعملها. حتى الآن زي ما قلت الحصار الإسرائيلي، إحنا في كمان معصرة تانية بنتيجة ما قدرناش نجيب من حالة الحرب اللي صار والحصار اللي صار، وإن شاء الله نتمنى في العشر أيام القادمة تصل الماكينة الثانية. نحو 40,000 دونم تبلغ المساحات المزروعة بأشجار الزيتون في غزة، أشجار تمثل للغزيين رمزاً لكونها متجذرة مثلهم في الأرض. لا شك أن موسم قطاف الزيتون هذا العام واجه تحديات عديدة وأكثرها ثقلاً تدني القدرة الإنتاجية، إلا أنه وفر فرصاً لكثير من الأيدي العاملة والشبابية منها ممن يعانون قلة في فرص العمل. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة.